طبعا كان الكتاب في العهد القديم كمان بسمي مسحائي اللي هم الملوك، وحتى يعني بعض الناس تصاب بال، بديش أقول بالتشويش، ولكن مش مفهوم الاصطلاح، لأنه الرب بيتكلم عن ملك الفرس الملك كورش في إشعياء 45 أنه مسيحي، وانت وضحت أنه تفيد التكريس أو التخصيص لشيء معين أو أداة الله بيستخدمها. تمام، وعشان هيك بنشوف انه الملوك كانوا يمسحوا، الكهنه كانوا يمسحوا، الانبياء كانوا يمسحوا، وايضا كورش مع انه اممي لكن ايضا كان مسيح، مكتوب انه مسيح الرب. ليش؟ لانه الله كان مخصصه بغرض معين اللي هو رجوع الشعب من السبي، زي نبوه ما تنبأ النبي ارميا. فكان الله ايضا مخصص كورش، وقد يمكن يكون كورش عرف من النبي دانيال كما يقال، ممكن انه هو مخصص من الرب ليعمل هذا العمل، مع انه لم يكن من شعب اسرائيل، لكن كان دائما هناك انتظار لشخص لن يتكرر، شخص سياتي بطريقه فريده، شخص عنده مقومات ومؤهلات فريده لن تتكرر في كل البشريه. ما كانوا اليهود ينتظروا مثل هذا الشخص، لكن بتفكيرهم لم يستطيعوا تصور انه هذا يسوع الناصري البسيط هو نفسه المسيح المنتظر.